في الفيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ازاي تتقل عليها. ازيكم يا اجمد واصيع ناس في العالم. ازيكم يا اجمد واصيع دنجوانات في العالم. في حاجة مهمة قوي عايز اقول عليها. كان في فيديو انا عملته قبل كده اسمه ازاي البنت تجري وراك، مع ان انا قايل كده في اول الفيديو، بس برضو قاعد يقولوا انت ايه، حرام عليك، وانت ازاي الذل، وانا لو واحد عمل فيها كده هرميه في الزبالة، انت مش فاهم كده. وهو اصلا انا ما بتكلمش في حاجة، يعني انا اللي انا كنت بقوله او بقوله هقوله في الفيديو ده برضو، غير طبعا البنات، في بنات اللي هما ملايكة جمال في الحياة، خلاص دول مش بتكلم عليهم. انا بتكلم دلوقتي البنات الطبيعية. البنات الطبيعية بتحب يبقى في شوية تحابيش في العلاقة، شوية إثارة كده. الولاد اللزقة بيكرهوها، يعني الشخص اللي طول النهار جنبها ده مع الوقت هي أصلا بتعامله نيلة، لأنه خلاص ما هو قاعد. فأنا اللي كنت بقوله في الفيديو إن أنت لازم تدي البنت فرصة إن هي تتنفس، إن هي تختبر مشاعرها ناحيتك، إن أنت تقرب شوية وتبعد شوية، مش عشان تخليها تنهار وتموت. البنت بتحب اصلا تلعب تلعب، مش اللي هو تلعب عشان بس تلعب انت فاكرنا مين، لا، تلعب بمعنى ان هو يبقى فيه بينج بونج، مره انت تلعب لها كوره، مره هي تلعب لك كوره، مره تبقى حاجه جواك حاسسها قوي تقولها وتستنى تديها فرصه تشوف هي هتقول ايه او هتختبر احساسها ده. مش انت تقعد تقول لها الحب الحب، اصل ما بيقوليش، تفضل تقولها الحب الحب الحب، مش ما بتردش. تفتكر ليه؟ مش عارفة، خايفة، قلقانة، محتارة، مش دريانة، مش عارفة كده. فلو احنا سألنا السؤال بتاع ازاي تتقل عليها، طبعا الفيديو ده معمول يعني لكل الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا، ولاد وبنات، فالواحد مش بيقول سر، يعني الموضوع مفتوح للجميع، يعني ممكن البنت تتفرج عليه مثلا ومش هيتلعب معها الألعاب دي، هتفهم. فانا عامل لك برضو الفيديو، يعني لو انت عشان عايزة سلاح انا عامل لك الفيديو ده عشان تعرفي الألعاب اللي هتتلعب معاكي، فانت تبقي سابقة. تمام؟ الحاجات اللي هقولها دلوقتي دي حاجات انا بالنسبة لي طبعا هي بديهية، والحاجات دي انا نفسي بعملها، فمش هقولك حاجات اللي هو افكار ناس تانية. لو عايز تعرف افكار ناس تانية ممكن تتفرج وتسمع اكتر، بس انا بقولك اللي انا بعمله عشان يبقى حاجة انا اللي بعملها. اولا لازم تسأل نفسك، هو انت بتتقل ليه؟ التقل مش فكرته ان انت توري للشخص قدامك اللي هو لا هو اللي هيجي يتذل تحت رجل ميتين اهلي هنا، لا، ده مش التقل، والتقل مش تناكة. اول حاجة، ودي اللي هنرجع لها تاني، لان اي حاجة من الحاجات اللي بقولها دلوقتي دي هي بتتعمل على اساس ان انت شخص اصلا عندك حياة، شخص عندك صحاب، شخص بتخرج، شخص بتشوف الناس، ممكن في الاخر تروح تقعد لوحدك في البيت، لان انا قلت لك قبل كده انا بحب القعدة لوحدي قوي، بس دايما لازم اطلع من الحته اللي انا فيها واشوف الناس بتعمل ايه واتكلم مع الناس واعرفهم لان الحته دي احنا اتخلقنا عشان نعرف بعض ونعيش في حياه بعض كده وبتاع، وبعد كده كل واحد بيروح بيته وبيشوف حياته. بس خروجك من الحته المريحه بتاعتك بيخلي شخصيتك مستقله، مش قتيل على حد، مش بتجري ورا حد بزياده، بتدي فرصه للناس اللي قدامك يتنفسوا ويحاولوا يعرفوك. لما انت الحاجات دي كلها بتبقى شبعانه ومرتاحه فيك، بتاثر في اي حاجه في حياتك وبالذات علاقاتك العاطفيه. والكلام ده ولاد وبنات، يعني انت هتفهمي برضو ان مش اي واحد يعمل عليك حركتين وبتاع وكده تقولي اللي هو ايه ده، انا بموت ولا ايه، انا بموت فيه، مش قادره، انا بكرش عليه. كلمه المنيله بنيله دي. لما بتعرف وزنك وقيمتك ومقامك ونجاحك وشخصيتك وبتقدر كل الكلام ده او بتقدري كل الكلام ده، ساعتها بقى لما حد مثلا بيحاول يقرب مني ويحاول يبعد سنه، بفهم انه مش بيعمل كده عشان يذلني او يهني او كده، لا، احنا ناس بنحاول نعرف بعض، في كل واحد بياخد مرتاح نفسيا، العقد وكده والكلام ده كله مش بيطلع قوي، يعني غير لو عندك مشاكل او تعقدت من حاجه قبل كده، بس بتبقى مرتاح، يعني بتخش في العلاقات بشكل مختلف عن شخص مش عارف يحقق حاجة في حياته وشايف نفسه فاشل ومهزوز وكل الناس بيقولك الناس بتكرهني وما بيحبش نفسه اصلا. فانت ازاي تتقل؟ انا بشوف ان في كل مرحلة من المراحل بتاعة التظبيط عامة بيبقى فيها حتة تقل، يعني انتوا وانتوا بتعرفوا بعض في الاول او ما تعرفوش بعض خالص، ففي مرة بصت لها، فمش كل مرة هي بتبص عليك تلاقيك بصت لها، ان انتوا لسه ما تعرفوش بعض اصلا، فهي اكيد لو كل ما تبص تلاقيك بصت لها، انت طبعا عايز توصل لها بكل اشكال، لا انا عايزك جامد، فكل ما تبص لك بص لها هتبقى شخص مريب، مش تبقى شخص اللي هو واضح ان هو عايزني بزياده، فانا حاسس ان هو دلوقتي بص، لو بصيت هلاقيه باصص لي
باصص لي، طلع باصص لي. فانت حتى لو انت نفسك، انا عارف لما واحد بيبقى معجب مثلا بواحده قوي بيبقى هيموت وعايز يبص لها قوي، لا امسك نفسك. مش بقول ده صح ولا غلط، انا بس بقول لك لو انت هتعمل كده تخلي بالك من النقطه دي. طب لو انتوا اصلا تعرفوا بعض، انت برضو لازم تديها مساحه ان هي انت كل شويه بتكلمها وتبعت لها رسائل، وكل مره هي ما بترد بعد مثلا ساعتين ثلاثه اربعه، او ما بتردش اصلا وانت اللي بتبعت، دايما انت اللي بتبدا، فده معناها ان انت لازم توقف ده. طب افرض هي ما بعتتش خالص، لو انت بعت ما تبعتش خالص برضو، وتبعت ازاي؟ انا بقول لك اللي هو انا بالنسبه لي اللي انا في الموقف ده هعمل ايه. انا دلوقتي في واحده بنت عجبتني، اتعرفنا على بعض، فما ينفعش ان انا اوريها ان انا خلاص اخيرا عرفتك، انا كده مش عايز حاجه تاني خالص، رسائل الصبح وبعد الظهر وبالليل وفي وانت في السينما وانت في الخروجه وانت، مستحيل. تتقل ازاي؟ في مره انت بعت لها مثلا النهارده شفت حاجه فكرتك بيها، ما انت لازم برضو نوعا ما تدي نفسك اسباب ان انت اللي هو انت بتبعت ليه، يعني ما ينفعش الاسباب اللي انت بتبعت ليها اللي هو اخبارك، مش عارف ليه حسيت ان انت وحشاني، ما هو برضو الحاجات دي يعني انت ما تنطش، ودي اهم حاجه في الموضوع برضو، انت ما تنطش احاسيس معينه قبل ما تشوف الشخص اللي قدامك هو فين، عشان ما يبتديش يتخض. فما بتبتديش بالحب، بتبتدي بالمعرفه، وبعد كده القرب، وبعد كده اعجاب، وبعد كده مشاعر بتبتدي تطلع، ما لسه ما بقتش حب، كل ده في الوقت ده الحب بيتبني، الحب ده في الاخر يعني مش في الاول. دي مدرستي. فبعت النهارده مسج مثلا، انت قالت لك قبل كده ان هي، او انت لاحظت ان هي مثلا بتحب افلام معينه، فتروح مصور لها مثلا الفيلم ده، تقول لها النهارده افتكرتك جدا اللي هو شخصيتك قوي الافلام دي فعلا مثلا، فبينت لها بشكل غير مباشر انت هو مركز معايا، بس هو ما بيبعتليش كتير، فتبتدي تديها فرصه في الايام اللي هي في النص، الثلاث ايام او الاربع ايام اللي انت بتبعتش فيهم حاجه، ايه ده هو بيفكر فيا، ايه ده هو كومنتاته لذيذه، هو بيفتكرني في حاجات حلوه. فانت بتعمل حاجات ظريفه بتديها مساحه تقرب منك، وفي نفس الوقت بتبين ان في خلال الاربع ايام اللي في النص انت بتعمل حاجه تانية غير ان انت مركز معاها. حاجه من الحاجات المهمه قوي برضو البادي لانجوج بتاعك، اللي هو لغه جسمك بتبين انت عامل ازاي مع الشخص اللي جنبك او الشخص اللي انت بتظبط معاه. يعني انت لو هي طول الوقت قاعده زي كده مثلا بالجنب مديك جنبها، وانت طول الوقت قاعد عامل لها كده ايوه 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 ايوه، هي اصلا لسه يعني، انا مش بقول ان انت، في ناس انا عامه في اوقات مثلا بروح قاعد ناحيه منك كده وحاطط رجل على رجل الناحيه دي وهي جنبي وهي باصه قدامي او باصه الناحيه الثانيه، فمش هروح قال هي منى ما بتحبنيش مثلا، مش معجبه بيا ولا ايه، او هي مش بتشاركني نفس الاهتمام، بس القعده دي مريحاني انا، فاهم قصدي؟ بس في نفس الوقت انت بتشوف الشخص قدامك اللي هو انا لسه ما خدتش عليك قوي او مش مرتاحه قوي، فانت بتدي الشخص اللي قدامك مساحه، اللي هو لو هي قاعده جنبك بتكلمها شويه بس كده من فوق كتفك على اساس لو تديها مساحه اللي ما تحسش ان انت قاعد لها عامل لها كده، وشويه وتتعدل لها، وبعد كده شويه وترجع تاني، بينج بونج رايح جاي، ترمي شويه وتبعد شويه، عشان مش عشان تتقل وتزل وتجيب وكده، بس عشان تدي الشخص اللي قدامك مساحه ان هو يقرب لك، او يشوف هو ايه ده، هو انا انا ده انا اتجهت له فعلا، او قربت له، او بصيت له، ايه ده هو انا هو شديدني ولا لا. الكلام ده يتطبق برضو بعد الجواز. التقل فكرته الاساسيه التحابيش، وان انت تعمل مود حلو في العلاقه بتاعتك ايا كانت مرحلتها ايه، بتلعب ضربه بالمضرب وتستنى تشوف الضربه، ما جاتش ممكن يبقى فولت، طلعت فولت فتجرب واحده تانية، برضو ما فيش يبقى ترجع ورا وتستنى، لان خلاص السيرف عند الشخص اللي قدامك، ما ضربش السيرف ممكن يكون اصلا ما شافش الكوره، ممكن يكون اي حاجه، مش لازم تروح تدخل الدخلات اللي هو ده كده، بس لازم تدي الشخص اللي قدامك فرصه ان هو يجي لك تاني. انا مش داخل اقول لك ده دخلت التقل اللي هي عشان كده ده اللي انا كنت بقوله في اول فيديو، انا مش هدفنا ان احنا نلعب العاب عشان نخليها تتجنن مش عارف ايه، تعرف واحده تانية عشان انا قلت لك الفكره الاساسيه بتاعت الشد والجذب والكات سترينج والكده رايح جاي بينج بونج. لو في حاجات انت شايف يعني الافكار تانية او كده، انا مش عايز اخش في حاجات اصعب او معقده اكتر او كده، فاهم قصدي؟ لازم تبقى متعاز، فاهم؟ بس مش عايز اطول اكتر من كده، يعني اتمنى اكون وضحت لكم نوعا ما اللي بفكر فيه ايه، واتمنى يكون وصل لكم شويه، ولو حد عنده اي افكار يا ريت يقولها في الكومنتس، وبس كده. شكرا يا جماعه اللي اتفرجتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.